السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في العرض الجديد من سلسلة وحلقات منوعة مفيدة من صحتي My Health بعنوان وقفة على بعض أسباب الصداع، توصيل المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من المصابين والمعرضين، ونشر المعلومة المفيدة والمعرفة. شارك واشترك لتلقي كل جديد. ترقبوا حتى النهاية مع منشورات صحتي والدكتور حسن المحتسب. فيحدث الصداع بسبب الرؤية الضبابية واضطراب البصر، وقد يصاب الشخص بصداع عند محاولة التركيز على شيء بالقرب من الوجه. إذا كان يعاني من طول النظر تبدو الأمور غامضة، وكلما اقترب منها قد يكون السبب في ذلك إصابة مقلة العين أو القرنية، وهذا يحدث لمعظم الأشخاص بعد سن 40. ويمكن للطبيب المساعدة بالنظارات الطبية أو العدسات اللاصقة أو الجراحة إلى تصحيح القرنية، مما يخفف من آلام الصداع. ويمكن للإجهاد والتوتر أن يسبب الصداع، فالعمل على جهاز الكمبيوتر لساعات طويلة أو مسك الهاتف بالأذن والرقبة منحنية على الكتف أو ربما الإجهاد يجعل العضلات تشتد في الفكين، مما يؤدي إلى الصداع والتوتر. وممكن أن يساعد الاستحمام الساخن والكمادات الحارة والأدوية بدون وصفة طبية على تخفيف هذه الأعراض، كما يؤدي التمرين المنتظم من التأمل وغيره من أساليب الاسترخاء إلى إيقاف الصداع قبل أن يبدأ. والجوع يؤدي إلى الصداع، يمكن أن يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، وهذا يؤدي إلى التوتر والصداع. ويساعد تناول وجبات صغيرة بدلا من ثلاث وجبات كبيرة، والحفاظ على وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات أو الخضار في التخلص من الصداع. واضطرابات الجهاز الهضمي قد ترتبط بالصداع الأساسي، مثل عسر الهضم ومرض التقلص المعدي المريئي والإمساك وآلام البطن الوظيفية ومتلازمة الأمعاء الالتهابية. واضطراب الأمعاء الالتهابي بمختلف أشكاله قد يسبب الصداع. الوسادة أو المخدة غير المريحة تؤدي إلى الصداع. الوضع غير المريح طوال الليل في النوم بالاستلقاء والانعطاف الخاطئ يؤدي إلى قلة النوم وإلى وجود الرأس منحني أو ساقط إلى جانب. ابحث عن وسادة تحافظ على الرأس والعنق تمشيا مع بقية الجسم كما لو كنت واقفا. استشر الطبيب المعالج الطبيعي إذا كنت لا تشعر بالراحة. وتناول المسكنات تسبب الصداع. حتى الأدوية الشائعة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الأسبرين والأيبوبروفين والأسيتامينوفين الباراسيتامول قد تسبب صداعا إذا تم استخدامها لأكثر من 15 يوم في الشهر. أما المواد الأفيونية الموصوفة والعقاقير التي تحتوي على الكافيين فتسبب الصداع في غضون 10 أيام فقط. الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة. التهاب الأذن، قد تصيب البكتيريا أو الفيروسات الأذن الوسطى المملوءة بالهواء، حيث تهتز العظيمات الثلاث التي تصدر الأصوات التي نسمعها، وعادة ما يحدث بسرعة، ويمكن أن يسبب تراكم السوائل ألما في الأذن والرأس، بالإضافة إلى تصريف السائل أو الدم أو القيح، وتتحسن معظم الحالات دون علاج خلال أسبوع إلى أسبوعين. كذلك تؤدي التمارين الرياضية إلى الصداع أثناء ممارستها أو بعد الانتهاء منها، ومن هذه التمارين الجري أو السباحة أو رفع الأثقال. ولا يوجد ما يدعو للقلق عادة، ولكن من الأفضل أن نستشير الطبيب للتأكد من أن الشيء ليس خطيرا. وإصابات الرأس أيضا تسبب صداع، يمكن أن يبدأ الصداع على الفور أو بعد شهور من الإصابة، وقد يكون في موقع الضربة أو في جميع أنحاء الجمجمة.
وقد يزداد سوءا عندما تتعرض للإجهاد. السبب ليس واضحا دائما، ولكن في بعض الأحيان يكون بسبب تراكم الدم في مكان واحد، وهذا ما يسمى بالورم الدموي أو احتقان السوائل نتيجة الضربة. في الحالات الخطيرة قد تشعر بالضعف والارتباك والغثيان والنسيان. ومن الضرورة مراجعة الطبيب لمن يعاني من أي من هذه الأعراض أو المشكلة أو من صداع بعد إصابة الرأس بالضربة. تناول المثلجات مثل الآيس كريم. يمكن أن يحدث صداع الآيس كريم عندما تتناول شيئا شديد البرودة، خاصة إذا حدث ذلك بسرعة، وتسمى أحيانا صداع الآيس كريم أو تجميد الدماغ. يمكن أن تكون درجة الحرارة الجليدية تؤدي لتقلص الأوعية الدموية في الفم، مما يؤدي إلى إشارات الألم إلى داخل الدماغ. لا شيء يدعو للقلق، وعادة ما يتم اختفاؤه في دقيقة واحدة أو نحو ذلك. الوقاية بسيطة، تناول الأطعمة الباردة ببطء أكثر. التهاب الجيوب الأنفية. يمكن أن يؤدي البرد البسيط إلى تأجيج المناطق المجوفة خلف عظام الخد والجبهة، وقد يتسبب الورم في الألم الذي يزداد سوءا عندما تنحني، وقد يكون التنفس صعبا لأن المخاط الذي يمكن أن يصبح سميكا وأصفرا أو أخضرا حسب نوع الالتهاب لا ينضب بشكل صحيح، ويمكن للعقاقير التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أن تساعد في العلاج. ليس هناك حاجة للاتصال بالطبيب ما لم تكن الأعراض سيئة ولا تزول ولا تزداد سوءا. ممارسة العلاقات الجنسية قد تسبب الصداع. معظم الصداع الجنسي في الدقائق الأخيرة، لكن بعضه قد يستمر لساعات، وقد يصيب الرقبة أو الرأس، وقد يزداد سوءا مع زيادة الإثارة الجنسية، أو قد يكون الصداع خفقان ويحدث بسرعة حتى الضربة. لا داعي للقلق، لكن استشر الطبيب على الفور إذا كنت تعاني من صداع أثناء ممارسة الجنس لأول مرة أو كان مفاجئا، وقد يكون علامة على وجود شيء خطير لا علاقة له بالممارسة. تخطي قهوة الصباح. يعتاد الجسم على الكافيين، وإذا تأخر الكافيين قد يحدث الصداع. إذا نسيت شرب فنجانك العادي عندما لا تكون القهوة في متناول اليد، فإن الشاي الأخضر أو الأسود حتى الشوكولاتة الداكنة ممكن أن تعوض ذلك. إذا كنت ترغب في الإقلاع عن عدد الكافيين لديك، لا تفعل ذلك مرة واحدة. خفض بنسبة 25% في الأسبوع لتعتاد على ذلك وتتخلص من الكافيين. وفي حالات نادرة قد يكون الصداع علامة على شيء أكثر خطورة. قد تكون الحالة تطورت ببطء مثل ورم في الدماغ أو حالة طوارئ وطبية مثل ارتفاع الضغط والسكتة الدماغية. اتصل في هذه الحالة بالطوارئ رقم 911. إذا كان الألم مفاجئا وشديدا أو لاحظت أيا من هذه الأعراض، خاصة خدر أو ضعف على جانب واحد من الوجه أو الجسم، كلام مشوش، مشكلة في الرؤية، الدوخة وفقدان التوازن، حتى أحيانا آلام الصدر، قد تؤدي إلى الصداع.